اهلا وسهلا بكم. سيد عبد الوهاب، بداية، هل قطعت شعرة معاوية ما بين المتظاهرين والحكومة البحرينية؟ كما ذكرت سابقا بان كانت المطالب التسجيل هي مطالب اصلاحية، ولكن بعد ان بالغت السلطة في استخدام العنف وصفت الدم الحرام فاتبعت صفت المطالب الى الاطاحة بالنظام. نعم. حق النظام. واصبحت الان فوق سياسة كل ما عاجزة عن اسماح الجماهير للتنازل عن مطلب اسقاط النظام. يعني هناك يعني جماهير سياسيه مقتنعه بالفرار مع السلطه، ولكن حتى ان هي عاجزه عن اقناع الجماهير بان تفشى الفرار وتكون مطالبها مطالب اسقاطيه. نعم. سيد عبد الوهاب، شهود عيان في دوار الأولى يتحدثون عن خطة تنتهجها سلطات الأمن البحرينية، قتل القتيل وإخفاء جثته دفنا في أراضي الدول الجوار أو حتى رميه بالبحر. ما مدى صحة هذا الأمر؟ ما المعلومات المتوفرة لديك عن هذا الأمر؟ يعني أرجل القتيلة معلومين، وهذا بحد ذاته يكفي لإثبات جرم السلطة. نعم. القتل بين الدارين، إخدام الجيش للرباط الحي لقتل الناس أبرياء مساهمين عزاً. وهذا ما نقته وسائل الإعلام. نعم. أما ما ذكرتم حتى الآن لا أمتلك على دليل. نعم. نعم، لكن هل هنالك ما يؤيد هذه الرواية؟ يعني لم أجد حتى الآن. نعم، لا أسمعك. لم أجد حتى لم أجد ما أطمئن له لتأكيد هذه الرواية. نعم. ولكن نكتفي بالأدلة القطعية لارتكاب السلطة لجلب القتل المتعمد من قبل الجيش وقوات الشرع. نعم، الصمت العربي المطبق على الأوضاع في البحرين، ما هي أسبابه برأيكم؟ إلى ماذا تردونه؟ الأنظمة العربية أنظمة قاتلة ومتآمرة شعوبها. وكما ان مصير الشعوب مشترك هذا مصير الحكومات مشتركه. يعني كانت هذه الحكومات الدكتاتوريه دائما مصيرها واحد، ولهذا هي يعني تكره المجتمع بدون تفعل هذه الشعوب. نعم. نعم، سيد عبد الوهاب، قدمت معظم الدول الخليجية الدعم المادي واللوجستي للنظام الحاكم في البحرين، بماذا يمكننا أن نفسر ذلك؟ يعني في وقت هم يدعمون التظاهرات وفي وقت آخر يدعمون الأنظمة لقتل الشعوب. طبعا احنا يعني نعتقد بأن يعني السلطة لن ترتكب هذه الجريمة إلا إذا كان خليجي. نعم. وكان علاقة البداية توافق أمريكي، ونحن نعتقد بأن التوافق الأمريكي والدعم الخليجي مهما كان لن يستطيع أن يغير شيء على الأرض. الشعب البحريني جاهز ليقف لإفريقيا ويحقق ما يريد بإذن الله تعالى. نعم. السيد عبد الوهاب حسين، أمين عام تيار الوفاء الإسلامي، شكرا.